بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا لجمهورية العراق. نعم وأعرب جلالته في البرقية عن خالص تهانيه بهذه المناسبة متمنيا لفخامته كل التوفيق والسداد في مهام عمله الرئاسي لتحقيق طموحات وتطلعات شعب جمهورية العراق الشقيق في تحقيق المزيد من التقدم والتطور والازدهار. أشاد جلالته بمستوى عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية العراق الشقيق ومؤكدا حرص مملكة البحرين على تنمية وتطوير هذه العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالنفع والخير على شعبيهما راجيا لفخامته مفور الصحة والسعادة ولجمهورية العراق ولشعبه الشقيق دوام الأمن والاستقرار.